والصراحة الامتحان كان في المتناول ولكن كان غير شوية طويل، وبنادم ملي كيشوفه في البداية كيبان ليه فهمتي ساهل، كيف ما طرى لي انا كيبان لك ساهل كتبقى معطل شوية في البداية، ولكن داكشي الاخر كان طويل وفيه الكتبة بزاف، ولكن ماشي شي حاجة صعيبة زعما اعجازية ما تتخرج، راه امتحان عادي هو ساعتين غتقدك الا بديتي من البداية بداك الريتم طالع، دابا الاغلبية غيكون بدا في البداية نازل، داكشي علاش ما قدوش الوقت، وامتحان مزيان الحمد لله وصافي. لا حتى البارح كان الامتحان مزيان، المراقبة ديال المدرسة حتى هي كانت مزيانة، كلشي الحمد لله مزيان، ان شاء الله نجيبو شي نقط مزيان، الله يسهل على الجميع. المهم اليوم كان عندنا الفرض ديال السيونس، انا بعدا جاني صعيب بزاف، جاني طويل ما درتش فيه والو، غلطت بزاف ديال الحساب، نسيت السؤال، يعني بداك ستريس وداك الشيء، وهاد الهضرة هادي ماشي كانت ديالي، كانت ديال بنادم كامل، كلشي خارج كيتشكى من السيونس. بالنسبة للمراقبة كان بنادم طالق لينا اللعب، يعني ممكن تهدر ولا تنقل، ولكن انت كاع خرج بالكتوبة قدامك ما عندك ما دير، انت واخا الدور بنادم كلشي كتشوفو كيبكي شتي داك ما دير، ما كدير والو. صح انا ساعتين ما قداتنيش ما كملتش الفرض، عطيتهم الورقة، المهم واحد خيتي اللي كانت موراي اللي كانت خدمت مزيان كان دور عدام ما تعطيني والو، اصلا مسمومة بزاف، او الغالب الله زرعنا وما حصدنا والو. كي جاكم الامتحانات طويل شوية واحد شوية صعيب فهمتي، امبارح كان داكشي صعيب بزاف في الماط، خصوصا في الماط. ازفيتي مزيان الحمد لله، غير هو شوية طويل وصافي. من ناحية المراقبة مزيان داكشي مزيان. لا لا. السلام عليكم، نقول لك أن كانت المراقبة شوية صعيبة، ولكن الحمد لله كان الامتحان في المتناول، ولكن كاينين شي طلبه اللي مزيرين وبزاف الحوايج، غير هو ما الحمد لله ما كانش بحال النهار الاول بحال الفيزيك، كان شويه قاصح وصافي. والحمد لله على كل حال بعدا ملي كانت اليوم الاس اي سهله بعدا نعوضوا بها شويه الفيزيك اللي ضاع لينا وصافي.